صواريخ إيران البالستية التي ضربت إسرائيل رفعت أسعار النفط إلى أكثر من 74 دولاراً وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وتشكيلها تهديداً قد يفضي إلى تعطيل إمدادات البترول في المنطقة التي تحوي ثلث إنتاج الخام في العالم. من المتوقع أن تستمر وتيرة ارتفاع أسعار النفط في المرحلة القادمة. نعم للأمر ارتباط في تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، من الطبيعي أن هذا التوتر قد يؤثر على أما سيابية حركة السفن أو ارتفاع فواتير التأمين. في خضم هذه التطورات المتسارعة وضعت إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية هدفا محتملا لضربها ردا على هجوم طهران الصاروخي، تهديد فيما لو نفذه الكيان فإنه سيربك حسابات أسواق الطاقة وفقا لمراقبين. إيران رقم أساسي ورقم فاعل في عملية الثروة النفطية بالعالم، فبالتالي أي صراع وإسرائيل لا يعني لا تستبعد أنها تضرب أي منشآت، زين هذه هدفها هي شل الاقتصاد الإيراني، وأي صراع طبعا راح يأثر تأثير مباشر، يأثر على الاقتصاد العالمي، يأثر على البترول، يأثر على الدولار. الزيادة في أسعار البترول جاءت بعد فترة من الهبوط بفعل وفرة المعروض وضعف الطلب، لكن هذا الارتفاع بالنسبة لبلد يعتمد على سياسة من اليد إلى الفم لا يبعث على التفاؤل، فالعراق خلافا لأعضاء أوبك لا يملك صندوقا سياديا لاستثمار الفائض المالي من مبيعات الخام. نتكلم عن الصندوق الكويتي أو السعودي بحدود 900 مليار دولار، هاي توظف أمواله في استثمارات معظمها خارجية وممكن نسحب من عنده، خاصة نسحب من الأرباح المتجمعة في هذا الصناديق ونستخدمها كإيرادات في تمويل العجز في الموازنة العامة. هذا ما تفعله كل الدول الأوبك ما عدا العراق، لأنه لا يمتلك مثل هذا الصندوق فيلجأ إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال خصم الحوالات فينخفض الاحتياطي. يحدث هذا في وقت ترتفع فيه مخاوف في أسواق الطاقة من احتمال انخفاض الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في حال عدم التزام الدول المصدرة للخام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.